قراءتنا لأبرز اهتمامات الصحف في أمريكا الجنوبية نستهلها من الأرجنتين، حيث أشارت صحيفة لاناسيون إلى الانتقادات الشديدة اللهجة التي وجهها الرئيس السابق ماوريسيو ماكري لخليفته بسبب نزوح الأرجنتينيين، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي في البلاد. وكتب ماكري في رسالة مفتوحة بأن هذا الطوفان من المهاجرين هو بلا شك شرخ في تاريخ الأرجنتين، بينما أولئك الذين بقوا يشعرون بأنهم مطاردون لأنهم لا يعرفون ما هو مصيرهم ومصير أطفالهم. وفي البرازيل ذكرت صحيفة أوغلوبو أن حصيلة الأمطار الغزيرة التي ضربت مدينة بيتروبوليس وصلت إلى 176 قتيلا، بينما تواصل السلطات البحث عن 117 شخصا مفقودا. ووفقا للمصدر ذاته يعمل أكثر من 500 من رجال الأطفال في هذه المنطقة في محاولة لتحديد مكان المزيد من الضحايا، وذلك على الرغم من توقف عملهم لعدة مرات في نهاية الأسبوع بسبب استمرار هطول الأمطار على المدينة وضعف الرؤية بسبب الضباب. وفي بوليفيا ذكرت صحيفة إلدبر أن جلسة النظر في ملتمس التمتيع بالسراح والذي قدمه الدفاع عن خاينين أنياس كانت في صالح الرئيس السابق المعتقلة، وذلك للتنديد بالتعذيب النفسي للشرطة والأطباء. وبحسب الصحيفة فإن الرئيس السابق المعتقل بتهم الانقلاب بعد سقوط الرئيس السابق إيفو موراليس في خضم الاحتجاجات بدت ضعيفة بشكل واضح، وكانت ترتجف عندما تحدثت خلال حوالي 10 دقائق.